والله هو كتير ممتاز، يعني العالم ترتاح من صوت الطيارة الليلية والنهارية وهالقتل والقصف، وخلي العالم يعني بقال تشوف حريتها مثل ما طالبوا فيها. وكمان يعني هو اتفاق روسي أمريكي، ما عارفانين شو توابعه، ما عارفانين شو هن مخططين من تحت الطاولة. نحن بنتمنى من رب العالمين نخلص بقال من القصف والقتل. نحن مع أي حل بيوقف شلال الدم بسوريا، طبعا مو على حساب الشعب، يعني نحن بدنا حل يكون مناسب لجميع الأطراف وجميع الأطياف. وطبعا أنه هذا الاتفاق أمريكي روسي، يعني نحن ما بنعرف شو أبعاده، بس بنتمنى أنه يوقف القصف على المدنية وشلال الدم يوقف. هالأطفال يعني تشوف العيد يترجع تشوف العيد وتعيد مثل ما كانت، بس مو أكتر. هلأ طبعاً نحن مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف شلال الدم اللي عم يصير عنا بشكل يومي، بس نحن مو مع اتفاق أنه بيكون الشعب السوري بيكون بعيد عنه كمعارضة داخلية أو خارجية. بس نحن أولاً وأخيراً بيهمنا وقف إطلاق النار لنوقف النزيف شوي، وبيهمنا أكثر فك الحصار، إخلاء المصابين بالمناطق المحاصرة. ونحن مع وقف الأعمال العدائية وإلزام جميع الأطراف، بس نحن يعني ما عندنا ثقة بالنظام ضمن الاتفاقيات اللي صارت بالسنين السابقة، بس نحن بنتمنى أنه هي الاتفاقية تكون هي اتفاقية محققة شروطها 100%، وإن شاء الله يعني بيكون عيد خير علينا، وبيكون يعني عيد نصر وحرية، وإن شاء الله الاتفاق بيتم أنه نحن هذا الشيء معه وموافقين عليه. أخي نحن مع أي حل سياسي بنص على رحيل بشار الأسد اللي قتل السوريين وقصفون وهجرون. بصراحة نحن كحل عسكري على الأرض فقدنا الأمل، لأنه الفصائل العسكرية كلها صار قرارها مو من رأسها، صار لها قرارات خارجية. يعني بالنهاية احنا بدنا وقف الهجمات العدائية على المدنيين، وقف شلال الدم من جميع الأطراف السورية. للأسف الاتفاق الذي حصل بين روسيا وأمريكا كما ظهر بعنوانه بين روسيا وأمريكا ما في دور للسوريين أبدا، سواء للمعارضة أو للنظام. النظام لن يلتزم بهذا الاتفاق كعادته، والآن يقوم بحملة قصف ممنهجة للتعويض عما يفوته من قتل وتدمير وتهجير المدنيين. المعارضة أظن أنها ستلتزم بهذا الاتفاق لأنها تريد مصلحة المدنيين، توقيف القصف عنهم. جميع الدول تخلت عن الشعب السوري، ولا أظن هناك فرج في القريب العاجل.